اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم مجموعه من الشباب اللي بنعتز وبنفتخر فيهم اكيد، شباب وطلاب اردنيين مبدعين مميزين، بصمه خاصه من خلال فكر مميز وجميل، من خلال اختراعات مميزه، طلاب مدرسه الملك عبد الله الثاني للتميز في السلط، فرع مدينه السلط. بسعدنا يكون معنا الطالب محمد العدوان وشريف المسعيد. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. اهلا وسهلا. اليوم اختراع جميل مميز من خلال الريبورت ما انا شايف، تعقيم طقم الأسنان. أول شيء حابين نحكي أكثر عن الإبداع تاعكم والفكر، ومن وين إجتكم هذه الفكرة؟ تفضلي شريف. هلا أول شيء إحنا هذا الجهاز إجت فكرته، إحنا كل سنة بنشترك مسابقة الروبوت الدولية. السنة كان الموضوع كيف بدنا نحل مشاكل كبار أسنان، كيف بدنا نحسسهم إنه هم صح عم بكبروا بالعمر بس عم بيضلوا أصغر، عم بيحافظوا على قوتهم. بلشنا نبحث بإيش الأمراض اللي بيواجهها الكبار، وصلنا آخر إشي لمشاكل أطقم الأسنان، اللي منها بلش محمد يدور على حل إنه إيش كيف ممكن إحنا نعالج أطقم الأسنان وتلوثها، وبرضه فراش الأسنان بالنسبة للصغار والكبار. ممتاز محمد. طبعا هذا الجهاز يعني فكرته يعني اللي ساعدنا وسهل علينا شغلنا انك انت قاعد تعمل مع شيء يعني شيء جامد، فيعني تفرعات قليله من المشروع. هذا الجهاز فكرته بعقم طقم الاسنان عن طريق اشعه فوق بنفسجيه. هاي التعقيم موجود بعقم في المياه، بعقم في اطقم الاسنان، مختبرات كبيره، وهي تكلفتها عاليه كثير على الشخص العادي. فاحنا حاولنا نحول هذا الجهاز بحيث انه يدخل كل بيت وكل شخص يستعمله، وبرضه كمان في له مدخل لفرشات اسنان بحيث انه الكبار والصغار يستعملوه بحاله. هاي الكبير بالسن ما بحس حاله كبير. ممتاز. يعني انا حاب احكي كمان انه اللي فهمته منكم انه كل سنه في هناك عنوان معين او نحكي موضوع معين انه كل الطلاب بيشتغلوا عليه. السنه هاي كان عنوان اللي هو الاشياء اللي بتخص الكبار، اسمه سينيور سولوشن المسابقه السنه. هلا كل سنه احنا كمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز بناخذ مناهج اثرائيه ومواد اثرائيه. من هاي المواد اللي هي عندنا مختبر روبوت اللي هي خلينا نحكي بقارن الميكاترونكس بالجامعات، انه بنبرمج روبوت بنعمله. هون جايبين زي سامبل صغير، احنا عاملين زي شكل سنيك، بنستخدم سنسورز وموتور. فانه مجرد ما انه بتعرض السنسور هون فيه بيطلع زي موجات، مجرد ما انه يتسكر الموجات بتحرك. هلا بنشتغل احنا على هذا الاشي، بيكون تيم كامل بالمدرسه شغال على هذا الاشي. مجرد ما تطلع عنوان المسابقه بنبلش نشتغل برمجه، بنبرمج روبوت بيكون مطلوب منا نعمل مهام معينه بدقيقتين ونص، ونشتغل بروجكت كامل للمسابقه. البروجكت هذا بنتحسب عليه بحث علمي كامل كريسورسز، وطريقه كيف احنا اثبتنا بحثنا، وكيف مين ساعدنا من دكاتره، مين ساعدنا بالبحث. زي ما هذا البحث انه رحنا على دكاتره كثير وزي اعطونا الاوكي للبحث، انه شغلنا لهم اياه مشان يعطونا زي نحكي براءه اختراع مبدئيه للجهاز. ممتاز. يعني كمان طريقه الجو اللي بتعيشوه في المدرسه بخليكم تعيشوا جو تفكير ابداعي من خلال التقنيات الموجوده، من خلال الريبورت الموجود عندكم. قديش بفيدكم عمليا هذا الموضوع انتم كطلاب؟ يعني انتم بتدرسوا نظري صح اكيد، صح عمليا كيف تستفيدوا؟ هلا احنا اول شيء شعارنا كان الكل لما يدخل على مختبر الروبوت عندنا، اذا بتلاحظ انه احنا عم نستخدم قطع ليجو. حلو. فالكل عم بيدخل انه يي انت بتيجوا بتلعب، وهذا تعليق، مع انه احنا بمختبر الروبوت عم بنترجم، احنا عم نكون مهندسين من عمر صغير، كيف انا افكارك عم بترجمها كشيء ملموس. فمختبر الروبوت بنستخدم قطع ليجو بنكون شيء كبير، وخلينا شعارنا لهي السنه انه انت بتقدر تصنع عالمك بس من قطع الليجو. ممتاز. وهذا اثبتناه بالنجاح. محمد كمان يعني انت كشاب اكيد الواحد اذا يمكن من بدايه عمره بكم بنمط دراسي معين، بدي احفظ الماده اللي بدي ادرسها مشان اروح اقدم امتحان. هلا انت الان بتخوض تجربه نظريه وعمليه ايضا. بتوسع مداركك، بتخليك تدخل اكثر بتفاصيل الشيء اللي نحكي تفكر فيه اكثر للمستقبل. طبعا هسه احنا مدرسه بعطونا ماده نظريه اسمها الكترونيات. حلو. بنطبقها عملي من خلال الجهاز، فبتساعدنا كثير، يعني بكون عندنا خلفيه عامه عن الالكترونيات بشكل عام، واستعدنا باكثر من جهه مثل زي الشركه الوطنيه للكهرباء، استعدنا بخبرات مهندس مسد الأهمة ساعدنا بالجهاز. ممتاز. يعني انت كيف بتشوف مع المجتمع المحلي اصدقائك كمان كيف بتشوف رد فعلهم لما بيصيروا انتم بالمختبر في تطبيق عملي؟ بتحس انه في افكار جديده عم تطلع معكم؟ يعني الجهاز اول شيء ما كانت فكرته زي هيك، يعني اضفنا تعديلات، غيرنا بدائل. يعني مثلا كان مطلوب نحط رصاص وليد الترا فايوليت، ما لقينا بسوق اردني متوفر هذا الحكي، ومسابقه كان موعدها قريب، فالشباب اقترحوا علي انه نضيف مثلا زنك بدل الرصاص، يعني الفلزات كلها يعني تسوي حمايه ضد الاشعه، واخذنا هذا نيون الترا فايوليت بدل الليد.
ممتاز. ايضا حاب نحكي، انت لما بتشتغل بشغله جماعات كجروبات فرق، ولا انه كل الصف مثلا او كل المدرسه بتشتغل على موضوع معين؟ هو مش قصه كل الصف او كل المدرسه، زي ما حكيت لك هي ماده اثرائيه. احنا بيكون زي مين بيحب يسجل بهذا المختبر، بنكون بنعطي زي دورات للروبوت كيف بتبرمج كيف هيك. هلا احنا بيننا بين بعض بصير منافسات بالمدرسه، بيطلعوا افضل، خلينا نحكي لانه التيم لازم يتكون من ثلاث اشخاص. احنا دائما بنستضيف شباب وطلاب اردنيين بيفوزوا على مستوى العالم حتى في الريبورت. نفس الموضوع بصير عندنا. جبنا مشروعنا ثاني مملكه للسنه وثالث بالكورفاليو، واللي دعمنا فيها اللي احنا بنحب نشكر هيئه شباب كل الاردن لانه هم اللي دعمونا نصمم هذا الجهاز. حلو، يعني في كمان تعاون مع هيئه شباب كل الاردن ومدرسه الملك عبد الله الثاني للتميز. حابين نحكي اكثر عن اليه الجهاز بتفاصيله، يعني نحكي انه الان بتحافظوا على الاطقم الكبار بالعمر اللي هي الاسنان، اليه العمل. هسه الاشعه هاي في يعني فيها طاقه تقريبا محدود بين 5 و 4 الكترون فولت. هسه هاي القوه كافيه انها تدمر جزيئات الدي ان اي في قواعد الادينين والثيمين، في بينهم روابط هيدروجينيه. هسه الاشعه هاي بتيجي بتكسر الروابط هاي حلو وبتفصل الدي ان اي، فمدى يعني ثواني معدوده بيكون تكون الدي ان اي كله مدمر والبكتيريا تفقد كل قدره على التكاثر وعلى الحياه، فبحلها انت يعني احباط مفعوله. هلا زي ما حكى احنا مستخدمين الليد، هلا هذا الليد ايش يعني، انا الهدف الجهاز ان انا عم بعقم بالاشعه غير الاجهزه الثانيه، انا مجرد ما اني وصلته بالكهرباء بيكون زي الزئبق ايونات بتأين، فبيصدر لي اشعاع بتردد معين بيقدر يخترق الجدار البكتيري لاي خليه ضاره بطقم الاسنان وبيدمر كل الدي ان اي تبعها، هيك بتبطل خلينا نحكي انه صح بس جسم بس ما فيها عمليات حيويه فما بتضر الانسان. يعني هلا الجهاز هذا لما انتم مفكرين فيه لما بيكون جاهز 100% بيكون موجود عند الشخص اللي بيستخدمه، بس بياخذ طقم الاسنان مثلا وبيحطه داخل هذا الجهاز خلال دقيقه، هذا نموذج اولي للجهاز طبعا، يعني ان شاء الله يكون في عليه تطويرات وبصغر حجمه بحيث دائما هو اي اختراع بيكون ضخم وكبير وهيك لا يدخلوا عليه المحسنات. اذا حابين نشغلكم اياه طبعا في تايمر. يلا تفضل نشغل الجهاز. شوف كيف عم بضوي هذا الليد، هي اللي بتفتح الباب بتحطها على حاله خلال دقيقه بيطفي. طبعا هذا قزاز يعني الغاز الحام بيحمي المستخدم من الاشعه هاي. يفضل انت اذكر هذا مش صحي هاي. يعني لا هلا هيك بكون طبعا هذا الجهاز مدة امن 100% يعني فيش اي تسريب بالاشعه. في مروحه برضو عشان يعني الواحد ينشف الطقم بحال كانت عليه شويه سوائل بسيطه يعني مي كبير بيغسل الاول بعدين بحطه جوا. اذا كان في مرات يعني قطرات مي ممكن يعني تقلل فعاليه الجهاز. في مشكله لما بيكون مده طويله بنحط الطقم ولا لا؟ تايمر هذا تايمر. حلو ممتاز، يعني هاي كمان افكار مهمه وبتحافظ على صحه الكبار بالعمر، خصوصا موضوع الطقم الاسنان دائما كونه بينحط بالفم دائما لازم يكون صحي 100% اكيد. احنا سعيدين جدا بهالاشياء الجميله والاختراعات المميزه، بس حاب نحكي اكثر عن البيئه المحيطه فيكم في مدرسه الملك عبد الله الثاني للتميز، المعلمين الاساتذه اكيد يعني عندكم تميز وعندكم ابداع وصلتوا هاي المدرسه، كيف بتشوفوا الجو يمكن ندعم اكثر المواهب؟ يعني بتحسوا انه الامور تمام، في دعم للمواهب للافكار انه الواحد يعيش بيئه انه يفكر بطريقه انه يخترع اشياء كمان ويحافظ على فكره المميز. حلو انت حكيت انه الواحد انتم عم تدرسوا ماده نظريه، هذا مزبوط. هلا حلو بالمدرسه انه في مواد اضافيه اجباريه وفي مواد اضافيه اختياريه، انت بالمواد الاختياريه عم بتروح لميولك ايش انت بتحب تشتغل، الواحد لما يحب شغله بصير ما بيصدق متى بيخلص دوام الحصص الفعلي مشان يروح يشتغل هذا الشيء، فالمدرسه لما يكون عندنا زي هاي المواهب هي زي بتطورها وبتصقلها من خلال اساتذه، هذول الاساتذه زي بيعلمونا كيف انتم تطوروا مواهبكم، كيف تستغلوها بطريقه منيحه من خلال المواد الاضافيه اللي عندكم بالمدرسه. ممتاز محمد، شو طبعا كان في تعاون كثير بيننا وبين العلمين مثلا، يعني بما انه الجهاز هذا بيتعامل مع البكتيريا والكائنات الحيه فاستعملنا مختبر الاحياء، معلومات الاحياء ساعدتنا والفيزياء برضه انه اشعه هاي، فصفت انه المدرسه كلها بتتعاون عشان تطلع جهاز. يعني انا يمكن عم بحكي محمد عم بحكي باسلوب علمي كثير مميز، يعني عم ماخذ كل الاحتياطات ان كان كيمياء ان كان احياء ان كان رياضيات ان كان
يعني كل هاي العلوم نحكي والمواد اللي بدرسها عم تتكون بأفكار جميلة عم تطبق عمليا من خلال هذا المشروع. فيعني تحية لكل الأساتذة لكل المعلمين اللي عم بيعطوا بيدعموا الطلاب في كل مدارس مملكتنا الحبيبة. وأكيد كل مجتهد له نصيب، كل متميز ومبدع له كمان دور بأنه يلاقي البيئة المميزة لينمي مواهبه ينمي أفكاره ينمي ايضا نشاطه. انا حاب كمان يعني انتم الان بصف اول ثانوي، الطلاب الان يمكن اللي الاهالي حتى مش بس الطلاب اللي بشوفونا حتى الاهالي انه كيف يديروا بالهم على اولادهم اللي بصف اول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس حتى يدخلوا بمجال انهم يفكروا بطريقه يعطوا البلد الاشياء اللي بحاجتها بالاختراعات بالاشياء اللي نحكي نفكر بطريقه ايجابيه كشباب. انتم الان على مقعد الدراسه حاسين بحاجه الى اشياء لها. هلا كل واحد عنده موهبه اذا لقى اللي بيطور له اياها، يعني كاهل انا كيف بدي ابلش مع ابني، كيف بدي اسقل له موهبته، مش انه دغري اروح احكي له اوكي الدراسه مهمه، بس برضه الواحد بده مكان يفرغ فيها طاقاته من عمر صغير. هلا اذا فرغها بطريقه صح ولقى مين انه يسقل له هاي المواهب، بعدين لما يكبر بيصير لحاله، يعني زي ما احنا هلا مين كان بتوقع انه مثلا حدا 16 سنه و14 سنه معنا بالفريق انه يصمموا جهاز وياخذوا عليه براءه اختراع؟ كل هذا ليش؟ مشان انه هم عندهم موهبه وسقلوها وراحوا بالطريق الصح. ممتاز. فاحنا انه اي حدا عنده موهبه يكمل فيها ويدخلها بالطريقه الصح والاهل يدعموا اكيد يعني. تفضل. طبعا غير هيك يعني بحس الناس ماخذه فكره انه خلص انه يعني الموهبه هاي بتاثر على الدراسه، طبعا حكي هذا لا، انه المدرسه يعني لما تكون متعاونه المدرسه معك بتنظم لك الحصص تنظم لك الحصص ووقت الفراغ بحيث انك تشتغل بدون ما يتعارض مع الدراسه. صحيح ممتاز. يعني كمان انا يمكن بتفكروا باشياء، كل واحد ساكن مثلا بمنطقه بفكر بقول لو انه مثلا في جهاز انه بفيد المجتمع بهي الطريقه، في جهاز بفيد البيئه بهي الطريقه، بفيد الطاقه بهي الطريقه، بتفكروا بهي الاشياء يعني يعني نحكي باجهزه واختراعات انه تفيد المجتمع بشكل عام. اكيد لازم يعني الواحد يعني يساعد المجتمع المحلي. ممتاز. كيف شفتوا ردود فعل الاهل معكم لما اكيد يعني الاهل يكونوا مبسوطين؟ كانوا متعاونين معنا كثير يعني، بعدين استعنا خبرات مثلا الكبار في السن عندنا، سالناهم شو يعني ايش ناقصكم وايش الشيء اللي بدكم اياه. ممتاز. فبنو يعني يعني احنا كثير بنشكركم، بنشكر اهاليكم على الدعم الكبير، بنشكر الاساتذه ايضا مجموعه من المعلمين كمان موجودين معكم برا، بنشكركم تشكروا بتحبوا تشكروا اي حدا على هالجهد الكبير اللي بذلتوه. احنا اكيد اول شيء زي ما حكينا بنشكر الهيئه اللي دعمتنا، لانه اي حدا زي ما حكيت اذا ما عنده موهبه وما لقى دعم ما لقى شيء ما حدا راح ما بقدر يكمل فيها. بنشكر الاساتذه كلهم بالمدرسه اللي ساعدونا، يعني هالجهاز اللي كل ما نروح لهم بسؤال بيحكوا لنا يلا تعالوا نجرب معكم. بنشكر اهالينا اللي مش دغري عارضوا الفكره، انه بالعكس مشوا معنا وبدهم يطوروا مواهبنا. بنشكر كل حدا بيحاول يساعدنا حتى نكمل كل افكارنا ونطورها. المهندسين وكل يعني الدكاتره اللي استناهم، الدكتور أضاء غسان الحواتمه والمهندس موسى الدلاهمه شركه كهرباء وطنيه. فعافية. ممتاز. مين المعلمين اللي معكم كمان؟ معنا استاذ علي اللي هو الكوتش تبعنا بالفريق، ومس ناديا المنتور، مس ناديا حياري. ممتاز. تحياتنا لهم اكيد وشكرا أكيد. على هالدعم الكبير، يعني اكيد اهتمام وفي المبدعين والشباب حتى يعني اجوا معكم لهون، ويعطيهم الف عافيه لانه هناك اكيد جهد كبير يبذل لشباب عندهم افكار جميله ابداعات جميله، ان شاء الله بالمستقبل راح يكون لهم الفائده الكبيره للبلد ولكل مواطن اردني وللمملكه الاردنيه الهاشميه. شكرا لكم، شكرا لكل من هو يعني له بصمه في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، لكل المدارس الاردنيه في وزاره التربيه والتعليم اللي بتدعم كل الطلبه، ان شاء الله يكون الكل مبدع ومميز يخدم البلد. مشاهدينا بنشكر محمد، بنشكر شريفه، وراح نروح لتقرير خاص راح نشوفه من خلال زميلتنا الهام الحوامدي. خليكم معنا.